كتاب لن تموت، هكذا قالت الحية، بقلم الراهب متياس الصموئيلي. الجزء الثاني. الفصل الرابع. داود النبي والملك. اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة، وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. صموئيل الثانية 11-15. الرب راعية فلا يعوزني شيء. مزمور 23-1. هكذا قال داود وكتبت يداه. الخطية أفقدت الملوك الكرامة، والحية أسلمت العظماء للخزي والعار، وقد جعلت الله يحجب وجهه عنهم. ولماذا كان كل هذا؟ إن الأمثلة كثيرة ولا حصر لها ولا إحصاء لقتلاها. انظر إلى داود النبي والملك العظيم لنأخذ عبرة ونعي الدرس جيدا. مرنم إسرائيل الحلو الذي كان يسلك حسب مشيئة الرب وقلبه وأحكامه بلا لوم، عندما أطاع شهوة قلبه وأسلم نفسه للخطية، تاه عقله وأخذ امرأة أحد رعاياه وقتله. رأيت ورقة مكتوب عليها الآتي: واختطف داود بثشبع امرأة أورية بطريقة مخجلة قاسية. فمن هو داود هذا؟ أو من المقصود أيها الملك؟ وهل أحد اختطف امرأة لها هذا الاسم سواك، كاسرا بذلك كل قوانين الحياة والوقار والآداب العامة والسلوك العادي؟ كيف فعلت ذلك أيها الملك العظيم؟ فقد أعطاك الله بيتا عاليا ومنزلة فوق الكل وأعلى الجميع، لترى وتشفق وتنظر وتستر وتبصر وتحنو. ولكن ما حدث كان غير ذلك وخالف المتوقع أو المفروض أن يكون، واتخذت من علو منزلك ومنزلتك سبيلا للتلصص لكي تذبح رعية الله البسيطة وتهلكها وتأكل ما ليس لك. ولكن لماذا سمحت أيضا لنفسك بإضافة الغرباء؟ الغرباء جدا، لأن هذا خطأ فادح والأكثر خطورة. قد قدمت لهم أولاد الله ذبيحة وطعام. عندما دخل الغرباء جسدك وأثاروا الغريزة المرة، استحلوا باقي الرعية ودم الخراف. قد جاءوا إليك من أجلك، هكذا قالوا وخدعوك، فأفسحت لهم الطريق وتركت المجال والباب على مصراعيه. ولماذا التضييق إذن بينما الكل في خدمة الملك ولذاته؟ آه يا سيدي داود، فلقد أعطاك الله كل شيء، الملك والغنى والكرامة، وقد جعل مهابتك على كل من هم حولك. فقد كنت كآدم في الجنة ولك سلطان واسع على الجميع، ولم يمسك عنك شيئا. وكانت بتشبع امرأة أورية بمثابة شجرة معرفة الخير والشر، ومددت يدك على المحظور وخالفت الله دون حاجة. فهل قالت لك الحية لن تموت؟ اسمع يا سيدي داود قول القديس بطرس الرسول في رسالة بطرس الأولى 5-1: ارعوا رعية الله، ولا لربح قبيح
بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة، بل صائرين أمثلة للرعية. وهل ما فعلت أيها الملك يطابق ذلك ويضاهي المكتوب؟ كنت راعيا ناجحا جدا مع القطيع، فلماذا تهاونت مع الخرافة الناطقة والقطيع الصغير؟ وبددت أسرة كاملة، وجلبت دم بريء على بيتك وكل المملكة. نحن نعرف جيدا أنه عندما تهاجم الذئاب الخراف تسرع فتحتمي في الراعي، ولكن لو كان الراعي هو الذئب فلمن تلتجئ الخراف؟ وبمن يحتمي القطيع الضعيف؟ لك الراعي الصالح أيها الخرافة الصغيرة، الذي يبذل نفسه كل حين. آه أيها الملك داود، فعلا عندما ينسى الإنسان أنه كلب ميت وأنه برغوث واحد، يفعل ذلك وأكثر، ويصير وحشا كاسرا يتحرك بالغريزة واحتياج جسد حيوان، ويلتهم حتى صاحبه. المهم، وفي وسط كل هذا لا أنسى أن أسألك، أين قصارتك أيها الملك والمرنم حسن الصوت وشجي الترتيل؟ أين الأرغن والمزمار؟ أين العود وأوتار القلب النقي التي كانت لك؟ أين صوت العود؟ ذهب، وصدى نواح الناي تاه. أين العود والذي كانت تهرب منه الشياطين وتخاف؟ أين كان المزمار مهملا والأرغن متروكا وقت الخطية وفعل الرذيلة؟ وكيف هان عليك أن تترك آلات التسبيح والحمد وعلاقة قربك من الله وقرب الله منك؟ لا تضع يدك على فمي وتمنعني أن أسألك بصدق، إني أراك في خجل عظيم، وأنا أيضا في حياء شديد، ولكن لا بد من إجابة على ما ألقيته بمسامعك من أسئلة. اسمح واسمع لي يا سيدي الملك العظيم. جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. مزمور 16:8. وهل هذا يتفق مع ما جاء في رسالتك؟ اجعلوا أوريا الحثي في وجه الحرب الشديدة فيضرب ويموت. فكيف إذن أيها الملك فعلت ذلك وكتبت تلك؟ كيف وصلت اليد التي كتبت المزامير والتراتيل المقدسة أن تجرأ وتتجرأ وتكسر وتتجاسر أن تكتب رسالة كهذه؟ ومتى خرج من عين واحدة ماء حلوا ومرا وخالف المألوف على غرار ما كتبه القديس يعقوب الرسول في رسالة يعقوب 3:11؟ كيف وصل مرنم إسرائيل وملكها إلى أن يسلم رعيته لتقتل بسيوف الغرباء وسهام بني عمون وحجارة الغلف؟ آه أيها الملك العظيم، كنت أظن أنك من القليلين الذين لا يفعلون هذا الشر وتلك الخطية أبداً. لماذا؟ أولا، إن عطايا الله لك لا يحصى لها عددا، فمتى وكيف نسيت كل هذا؟ ثانيا، هل نسيت أن الله قد أتى بك من وراء الغنم لترعى غنمه وخرافه الناطقة؟ ثالثا، ثم أين لك الوقت لكي تفكر في الشر وتفعل الخطية بينما المسؤولية هذا مقدارها، والهموم لا تنتهي، والمشاكل لا تحصى؟
رابعا، وهل يوجد شيء لم يعطيه لك الله ويهبك إياه لكي تأخذ ما ليس ملكك ولا لك فيه نصيب؟ خامسا، بصدق إني أرى أنه لم يكن داعي أبدا لما فعلت، لأنه لا عن حرب ولا ضغط جسد، بل قد تهاونت وتركت التابوت بين الغرباء وتركت رعيتك وقت الشدة، فتركك الله لنفسك فسقطت، وقد أحببت المحرم فحرمت نفسك من الله، وإن كان لبعض الوقت وإلى حين. سادسا، هل نسيت من قتل جلياد بحجر من الخمسة الملس؟ وهل هذا عمل إنسان أم أن الحرب للرب كما قلت؟ لا تبكي يا سيدي وتنوح، أنا آسف أيها الملك داود، أظن أنك كنت في اللاوعي مسلوب الإرادة وقت وقوع الخطية وفعل الخيانة ونهب طعام الفقراء ونعاج المساكين، ولكن ألومك أيضا إذ كيف وصلت إلى اللاوعي ومتى، بينما أنت القائد والنبي والمصلي والملك. تعال معي أيها الملك داود لترى هذه المقارنة العجيبة، لتتأكد بنفسك من وضاعة وضعك وما وصلت إليه دون مبرر ولا حجة، وكيف انتصر فيها أحد الرعية على الراعي وفاز الخروف على رعيه. تعال وانظر أيها الملك، أنت وأوريا الحثي، بصدق إنني في خجل شديد أن أضع أحد رعاياك في مقارنة معك وفي كفة أمامك، بل وكفته راجحة. أوريا يحارب حروب الرب، بينما أنت نسيت الله وحنثت بالعهد. هو تحت أسوار بني عمون رابض، بينما أنت مسجي على وسادة الخطية نائم. هو يجري وراء التابوت، بينما أنت تسرع خلف هواك وتلهث. هو يزيل العار عن إسرائيل، بينما أنت جلبت الخزي على كل المملكة. هو بين المقاتلين في الحرب، بينما أنت وسط المقتولين من شهوتهم. قد فقد بعض توازن الجسد عندما سقيته الخمر بمكر، ولكن لم يغب قلب وعقله أبدا عن التابوت لحظة واحدة، بدليل أنه لم يذهب إلى بيته كما دبرت له ورسمته. لم يفقد صوابه أبدا حتى وهو في أشد سكره، ولم تكن أنت على صواب أبدا بينما أنت تخطط للخطية وقتله. عندما ضيقت عليه الخناق ليذهب إلى بيته، لم يجد وسيلة ينجو بها إلا أن يقسم بك ويحلف بحياتك أيها الملك، حياتك التي لا تستحق الحياة وقتئذ. انظر يا سيدي كيف كانت حياتك في نظر رعيتك البسيطة وشعب قدوس إسرائيل، لقد كانت قسم كالآلهة وحلف كالمقادس ومذبح الرب. في سكره نام مع عبيدك ولم يذهب إلى بيته، لأن الله أراد أن لا يسترك طالما أنت حنثت بعهدك وكسرت الوصية وتعريت، وإن كان من المفروض أن تستر أنت رعيتك وكل بني إسرائيل وتغطيها. والآن
صوت دم أوريا الحثي يصرخ في ألم وضيق من تحت أسوار مدن العمونيين ويقول: ليتك قتلتني أيها الملك أو أحد شعب الله، فلقد تركت الغرباء الوثنيين ينتصرون على شعب الله بخيانتك، فكنت كعموني أغلف ساكن وسط إسرائيل وذئب في ثياب حمل، وكنت كعاخان ابن كرمي باسم داود هذه المرة. والآن فشهامة أورية تدينك، والخطية تنظر وتشمت، والحية تبصر وتضحك، وأنت الضحية. من ينشغل بالله في النهار ينشغل الله به ليلا، أي يحرسه في نومه. وإن كانت دموع المزامير وصوت نواح الناي وبكاء الأرغن تشهد وتشفع لك للآن وإلى آخر الدهور على أفواه كل المصلين وأبناء داود الروحيين، وها بسبب الخطية والتسلية الباطلة وترك التابوت صارت الدموع غذاء الملك نهارا وليلا. بسبب الخطية لصقت بالتراب نفس الملك، بسبب الخطية صرخ في ألم: انزع عني العار والخزي. لكن اشرح لي كيف وصلت إلى هذا الحد وذلك المستوى من الضعف، التهاون والاستهتار لا غير. آه يا ملك إسرائيل، فلم تمتلك نفسك أمام امرأة، فامتلكك الشيطان بنفس الدرجة وأكثر، وقد فعل بك كما أراد وأحب. رحمتك يا رب. الفصل الخامس: أحب سليمان الرب. أحب سليمان نساء غريبة. هل الإنسان أكثر من قلب يا سيدي سليمان؟ إن عاشت الخطية مات الإنسان لأنها تقتله، وإن ماتت الخطية عاش الإنسان لأنه يحيا مع الله. كان الإنسان قبل الخطية نفخة قدسية خرجت من فم الله، كان على صورة الله ومثاله. أما بعد الخطية فيقول له الرب: أنت تراب وإلى التراب تعود. عاد ترابا كما كان، ضاع سلطانه وأصبح يخاف من كل شيء، حتى الأرض تمردت عليه، أصبحت تنبت شوكا وحسكا. تعال معي وانظر لترى كيف جعلت الخطية الحكيم يحيد عن السبيل المستقيم، والأسئلة حوله كثيرة، ونهايته لغزا محيرا للبسطاء وللكثيرين أيضا. أيها الملك سليمان، بصدق أخشى جدا وأرتعب وأرتعد وأنا أتكلم عنك أيها الحكيم، لكن معذرة، فإن للضرورة أحكام ولا مفر أمامي، والحديث عنك وارد طالما أخطأت وسقطت وكنت تحت الضعف والآلام مثلنا. أشبهت الجهلاء بينما أنت الحكيم. أرجوك أيها الحكيم أن تسامحني، كدت أذوب خجلا وأنا أتحدث عنك، فلقد تكلمت مع داود أبيك وكنت أسيف جدا، ولكن ليس بهذا المقدار الذي انتابني وأنا أحادثك وأكاشفك في أمرك وقضيتك وسقوطك الغريب.
لأنني لم أجد عذراً واحداً ألتمسه لك في خطيئتك. وكيف حدث ذلك وابتعدت عن الله وصاهرت الغرباء؟ لا تقل لماذا هذه القسوة، لأنني فتشت كل الكتاب، لم أجد أحداً قد أعطاها الله حكمة وغنى في عهدك بهذا المقدار سواك. أنت هو الرجل الحكيم الذي سترت بحكمتك الكثير والكثير لكي نتعلم نحن، وأضأت الطريق أمام محبي الحكمة، وكشفت السبيل المستقيم ليعرف الجميع الرب. لقد أضأت طريقا لنا فسلكنا فيه بسلام، فكيف تعثرت أنت فيه؟ لماذا تركت كل هذا وأسرعت وراء آلهة غريبة؟ حكمك العجيب في بداية حياتك وأول عهدك يؤكد حكمتك، بينما خطيئتك تظهر جهلك وضعفك الغير وارد صعب القبول. مال قلبك وراء نساء غريبة وآلهتهم عبدتها، وللأصنام قدمت قرابين وسجدت، ووراء هواك أسرعت. فما هي الحاجة لذلك والضرورة الملحة؟ الكل باطل وقبض الريح، أليس كذلك؟ وهذا هو كلامك، فلماذا خالفت ذلك وتركت المكتوب وأمسكت بالهوى؟ ارفع رأسك يا سيدي واسمح، واسمع لي. لقد ذهبت وراء آلهة غريبة، فماذا كان ينقصك حتى تركت الإله الحقيقي إله إسرائيل لتلهث وراء الأصنام وتسعى وراء الباطل؟ فهل أعطاك لتتركه ووهبك الحكمة لكي تجهله؟ قد تعجبت منك ملكة سبأ، ولم يبق فيها روح مما رأت من حكم وحكمة ونظام وتنظيم، واندهشت بالأكثر وباركت إلهك، ولم تنس أيضا أن تطوب عبيدك. فلماذا تركت كل هذا وذهبت بعيدا وأسلمت عقلك لجهل قلبك؟ ألا تعلم أن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه؟ ولماذا أسلمت مقاليد الحكم والحكمة لقلب كهذا؟ شهوة قلبك أعطاك إياها الحكمة كما طلبت، وزاد عليها ما لم تطلبه الغنى. فهل ما فعلته بتركك إياه كان ردا للجميل؟ قد كنت حكيما جدا وجئت بفعل الجهال وأكثر، فهل هذا من الحكمة أم جهل الحكماء؟ ولكي نتأكد أن كل قاتلاها أي الخطية أقوياء. لقد أعطاك الحكمة كما طلبت من أجل تدبير شعبه ولكي ترعاه بطهارة وبر، فلماذا تركت الرعية وذهبت وراء المؤابيات والعمونيات والأدوميات والصيدونيات والحثيات؟ أظن لو أنك دبرت شعبك كما ينبغي ما تبقى لك وقت تصرفه مع النساء الغريبة وبنات حث الشريرات. أليست هذه هي الأمم التي قال عنها الله لا تلتصقوا بها؟ فلماذا فعلت ذلك وأحزنت قلب الله وجعلته يمزق منك المملكة وهو يتمزق حزنا عليك؟ وإن كان رأفة بداود أبيك لم يفعل هذا في أيامك وزمن ملكك، وقد أرجأ التنفيذ حتى ضمك إلى أبائك بسلام. ألم يتراءى لك الله مرتين محذرا إياك من عبادة آلهة النساء فلم تعره اهتماما، وما سمعت الوصية ولا صوت الله؟
هيهات يا سيدي الحكيم، أنت تنصت لصوت الرب وتميزه، وأنت تحت أقدام عشتروس ساجدا وللإله ملكوم مصليا ومقدما ذبائحك والقرابين. لقد بنيت هيكلا لله وأهملت هيكل الله الذي هو جسدك، فما الفائدة من وراء ذلك وما المكسب؟ أرجوك أجبني أيها الحكيم بصدق، إنني في حيرة من أمرك وخجل من نفسي. فهل فعلت الخطية وتركت إله إسرائيل حبا في صنم أم شهوة لامرأة؟ وإن كان لا عن حاجة لصنم أو شهوة للنساء، فما السبب وراء حيادانك غير المقبول ولا المعقول؟ ولماذا فعلت ذلك أيها الحكيم؟ آه منك أيتها الحية، فأنا أعلم تماما لماذا أنت تسقطين الإنسان، لأن من يفعل الخطية يصير ترابا، وبذلك تكوني قد ضمنت طعامك لسنين كثيرة. وهل يعقل ذلك ونرى من يأكل خبز الحياة يصير طعاما للحية؟ ولكن قل لي أنت يا سيدي الحكيم، ماذا نعطي جوابا للذين يسألوننا عنك؟ وماذا نقول لهم؟ لأن الكثيرين في حيرة من أمرك. فنكس سليمان رأسه وسطر بدموعه الآتي: آه يا ابني، قل لمن يسألك: سليمان يتأسف ونادم جدا، والجامعة يؤكد والله يرحم. قل لهم أيضا: طالما الإنسان في الجسد فهو تحت الضعف مهما كانت حكمته وغزارة علمه، ومن هو حكيم في هذا الدهر فليصر جاهلا من أجل الدهر الآتي وملكوت الله، لأن حكمة هذا العالم جهالة عند الله. إمضاء الجامعة ابن داود. والآن انظروا أيها الأحباء، كيف جعلت الخطية الحكيم جاهلا وحزينا ونادما، والملك أيضا ساقطا ضعيفا مثل رعيته وأقل، والبطل عبدا ذليلا تحت أقدام امرأة خاطئة. كل هذا حدث دون داعي وسبب قوي وضرورة ملحة. لن تموت، قالت الحية. الفصل السادس: آخاب. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. أمثال 10:2. فكلم أخاب نابوت قائلا: أعطني كرمك فيكون لي بستان. فقال نابوت: حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي. فدخل أخاب بيته مكتئبا مغموما من أجل الكلام الذي كلمه به نابوت اليزرعيلي. ملوك الأول 21:2. اسمع يا سيدي أخاب ملك إسرائيل وقائدها، فعلى غرار ما فعلته أمك حواء، فأنت لم تخطئ حيث أنها تركت الجنة بأجمعها وأشجارها وكل الأثمار، واشتهت المحرم وذهبت وراء الحية، وهكذا أنت أيضا. وهذه ضحية أخرى أيها الأحباء، نموذج من الملوك، إذ كيف جعلتهم الخطية عبيد للحية، يحيون في ذل ويعيشون في هوان بلا سبب
ولا داعي، بل وأكثر من ذلك إذ جعلتهم أكواما من اللحم كجيف الحيوانات تأكلهم الكلاب في الشوارع. وما الذي جناه أخاب الملك وإيزابيلا الشريرة من وراء الافتراء على الله وعبده نابوت اليزرعيلي وشهوة محبة البساتين والجري وراء الحية والذهاب وراء الباطل؟ تكلمي، تكلمي أيتها الخطية، ولا تصمتي أيتها الحية، لقد تسلمت ملكا وامرأة ملك، سلمتيهما أشلاء أجساد دون معالم. إيزابيل ابنة الملوك وما تبقى منها جمجمة وأطراف أصابع، آثار قليلة أيضا لدم أخاب الذي لحسته الكلاب. تكلمي أيتها الخطية، لماذا فعلت كل ذلك بالملوك والأمراء دون خشية أو خجل وبلا خوف؟ كيف وصلت إليهم؟ وما السبيل إلى ذلك الطريق؟ كيف دخلت بيوت الأكابر؟ ومن أي باب بينما الحرس من كل جانب؟ من هم الملوك الذين تقصدهم وتتكلم عنهم؟ إنهم ملوك على الشعب فقط، ولكنهم عبيد عندي، إنهم عبيد خاضعون، فلقد أطاعوني حتى الموت. إن عبد الخطية جاهل ولا يعرف إلى أين يمضي، بيده أقتله لا بيد غيره، أنا الحية القديمة، وما أكثر العبيد عندي. وآخرتهم معلومة للجميع، ونهايتهم ليست سرا على أحد، إن كل عبيدي يعرفون عني كل شيء، لم أغرر بهم من البداية وأول الطريق، لقد اتفقنا وتعاهدنا على أن نحيا خارج الطريق ونعيش على المحرم. ولكن يا للعجب، فعلا أتعجب كثيرا، إذ كيف يأتون إلي بلا عناء ولا جهد؟ فمنذ زمن بعيد كنت أسرع وراء البشر، الآن هم يلهثون خلفي، أراهم يرتمون عندي وكأنهم آتين من سفر بعيد وأماكن نائية، في إعياء يطلبون الماء والراحة ولا يفحصون ما يأكلونه مني ويشربونه، فإن السم أكثر من العسل في طعامهم، هذا هو زادي، ومع ذلك يبتسمون وهم يأكلون، يضحكون بينما الموت في أفواههم. منذ زمن ليس بقليل كنت أعرض ما عندي بلا ثمن ولا مقابل، وكانوا يعرضون عني، أما الآن فالثمن كبير والمقابل باهظ، ولكن السخاء عندهم فاق الحد، والعطاء لا يوصف، والإلحاح شديد، والشهوة لا تشبع. من عدة أعوام كان عملي قليلا، فقط بعض الوقت، والآن كل ساعات النهار، إذن كل السنة، فامتلكت حياتهم وهذا الدهر. يأخذون ساعة لذة، آخذ منهم الحياة، بل والحياة الأبدية، والكثير والكثير. ويعوزني الوقت لو تكلمت عن عبيدي، إنهم يعرفون تماما أنه لا يوجد عندي سوى الشهوة ومحبة المال، ولكنهما يأخذان صورة الحاجة في كل المواقف. وسكتت لحظة، فتذكرت ما كتبه القديس يوحنا الرسول،
إن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. وعادت فقالت: شيء أقوله لك سرا وأتمنى أن لا تفشيه لأحد، هو أن عبيدي أغبياء وجهلاء جدا، وقليل من المنطق يوضح ذلك ويؤكده. أتمنى أنهم لا يعرفون أن هذا هو رأيي فيهم، وإن عرفوا، آه أيتها الحية، إن كل ما تقدميه للبشر ليس لهم حاجة به، فتقدمتك كلها شهوة وليست عوزا أو حاجة، لأن الله يسد كل عوز واحتياج. أما الشهوة ما أسهل أن يحيا الإنسان بدونها، وليست في ذلك صعوبة، حتى أن الله قال لا تشتهي، لأن الذي أعطاه الله للإنسان يكفيه ويزيد. صدقا لقولي، اسألوا أنتم الملك أخاب وإيزابيل امرأته على سطور هذه الصفحات. صدقوني، الشهوة ما هي إلا تسلية البطالين، والأمثلة على ذلك كثيرة. رأيتم شمشون النذير في وقت لعبه ومرحه الهزيل اشتهى الخطية وفقد عينيه وشابه الحيوانات ومات. داود النبي العظيم في تسليته رأى امرأة أورية الحثي فاشتهاها وفعل معها الشر وقتل زوجها. أمنون وقت عبثه وفراغه وتمارده اشتهى أخته وفعل معها الشر وقتل. أخاب الملك أيضا وهو يتنزه وسط القصر رأى أنه لابد من انضمام حقل نابوت اليزرعيلي للتوسع، وليس لاحتياج أو ضيق مكان، فأخذه بشهوة وقتل صاحبه وقتل. بصدق لم أجد إنسانا فعل الخطية قهرا، ولم تكن الخطية يوما هي البديل من أي ضيقة أو مأزق، بل بالحري هي الدخول لكل هذا. آه ملعونة أنت أيتها الخطية، فكل عطاياك باطلة. طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخرة. مزمور 137:9. وأنت أيها الملك آخاب، أرى أنك متهم ليس من قبل البر بل من جهة الخطية، وكما صرحت هي بذلك، فلقد اغتصبت كرما واشتهيت بستانا لم تكن في حاجة إليه. عموما إنني كنت متوقع نهايتك طالما كل الأمور آلت إلى يد امرأة مثل إيزابيل، من أشهر النساء اللواتي تخططن وتنفذنا بعيدا عن الحق. لكن هذا لا يمنع من أن أسألك في بعض الأمور الخاصة بنابوت وكرمه، فأين شهامتك ورجولتك بينما أنت تسرع وراء شهوة قلبك وخلف أفكار خاطئة لامرأة شريرة مثل إيزابيل لكي تقتل الرجل وتسلب كرمه، وأيضا تتهمه بالتجديف على إله السماء الذي لا تعرفه أنت؟ ثم متى جدف على الله وعليك أيها الملك بينما هو لم يقل سوى: حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي؟ هل حينما تمسك بميراث آبائه وولائه للأجداد؟ وهل من يفعل ذلك يصير مجرما في حق الملك ومجدفا على الله؟
وفي أي تقليد أو عرف جاء مثل هذا التشريع؟ ولكن لو كان عندك ولاء لأجدادك مثله لفهمت دوافعه وقدرت مشاعره وموقفه النبيل هذا، بل وبالأكثر كنت شكرته لمحبته لأهله وحفاظه على ميراث الأجداد ورائحة القدم وذكر اسم الله الذي جاء على لسانه. ولكن لا مبادئ لك أيها الملك، ولا ذكر لأجداد وتقدير، ولا معرفة بإله، فصار نابوت مجدفا ومفتريا في نظرك على الله وعليك. وطالما لا تعرف أنت عن الحق شيئا، فكل ما يقال عنه هو التجديد بعينه. ثم ما الفائدة يا أخاب من التوسع خارج القصر بينما داخله مملوء اختطافا وكل نجاسة وخبث؟ فعلا حقل غالي الثمن جدا، حقا ليته يكون عبرة لنا ودرسا يلقن للمتخاصمين والمتناحرين على أقل منه بكثير وأضيق. وإذا نظرنا للثمن الباهظ المدفوع في مثل هذه المواقف والنزاعات نصرخ: ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ قل لي أيها الملك أخاب، ما هو مكسبك بينما خسارتك لا حد لها ولا وصف؟ لقد وبخك إيلي النبي مرارا ولم تسمع، وأيضا وبخك ميخا النبي لتتراجع فسجنته، وأمرت أن يطعموه خبز الضيق لتتوسع أنت في شرك، وصممت أذناك عن سماع الحق. ولكن كيف تسمع لأنبياء إله إسرائيل بينما أذانك مملوءة بأصوات أنبياء البعل ونبوءات الكذبة وقهقهة إيزابيل؟ ألم يكن التوبيخ أقل ضررا والتأنيب مكسبا وأفضل بكثير مما حدث؟ لقد وبخك إيليا وميخا لكي تحيا، وها قد أحببت الشر، اخترت الموت وقد كان لك. ولكن ما حدث لك جاء أمرا طبيعيا جدا، لأنه يشبه ويطابق أعمالك، لأن الدم الذي عاش بأجرة الشر وثمن الخطية لابد وأن يكون من نصيب الكلاب. ولكن قل لي يا أخاب، هل تصورت يوما نهايتك السريعة وبهذه الكيفية وهذا الثمن؟ آه من الحية ومشورتها، ترى كم كانت مساحة ذلك القرن؟ وما هي الصورة التي رسمتها الحية لقصرك بعد انضمام قرن نابوت اليزرعيلي؟ وهل فعلا يستحق ما دفع فيه؟ هل يستحق أن يكون ثمنه دم ملك وملكة ووعد قاس لباقي الأسرة ونهاية مرعبة للجميع؟ وإن كان هو جزءا من القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون، نظرا لأخطاء أخاب وإيزابيل التي لا حصر لها ولا عدد، ومات نابوت اليزرعيلي نتيجة حكم خاطئ، حكم جائر، حكم شريعة باطلة لا تعرف العدل. وأخيرا ها قد صار القرم لك أيها الملك أخاب. هكذا قالت الحية على فم إيزابيلا الشريرة سيدة البيت وكل المملكة. ابتسم إذن أيها الملك، ولا تكن بعد كئيبا ولا معبثا. وأدارت وجهها بعيدا بضحكة مدوية
وقالت سرا جدا بعيدا عن إيزابيل قبل أن تموت. ومات الملك آخاب، ومات نبوت اليزرعيلي. ولكن شتان بين موت ملك وأحد رعاياه، ولا سبب آخر سوى الخطية وحدها وشهوة حب الامتلاك.